بسم الله الرحمن الرحيم، ازيك يا شباب؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله هناخد التوبيك التاني معانا، وهو ازاي هعمل باك اب اند ريستور للداتابيز، وازاي كمان بعمل السكريبت بتاع الداتابيز، وازاي هعمل مع مراجعه سريعه كده على الاتاتش والدي اتاتش، وكمان ازاي هتعامل مع الاوفلاين والاونلاين بالنسبه للداتابيز. التوبكس بتاعنا دلوقتي هو ازاي هعمل باك اب اند ريستور وسكريبت. طيب نبدأ مع بعض كده. بسم الله، هفتح السيكوال، تمام. هبدأ اعمل كونكت على السيرفر بتاعي. ادي ظهر عندي الداتابيز اللي انا هشتغل عليها. على سبيل المثال المفروض ان انا ببقى عارف ان الحاجة دي كلها موجودة فين، او الداتابيز موجودة فين، على السي على حسب ما انا مسطب السيرفر بتاعي. ابدأ اروح على بروجرام فايل، في عندي هنا مايكروسوفت سيكوال سيرفر. دول الفولدرات اللي المفروض بتظهر. طبعا انا بفتح فولدر اسمه MSSQL11.MSSQL Server. لو انت منزل نسخة اكسبريس مع السيرفر بتاعك هتبقى عندك الفولدر بتاع SQL اكسبريس، تمام. طيب دخلت جوه السيرفر ده، جوه فولدر اسمه، او جوه الفولدر ده جوه فولدر تاني اسمه MSSQL، بتظهر عندي مجموعة الفولدرات. بخش على فولدر اسمه داتا. جوه داتا دي مجموعة الداتابيز اللي انا بشتغل عليها. من ضمن الداتابيز اللي احنا بنشتغل عليها تي اس كيو ال 2012، انا محتاج ان انا اخد منها كوبي. لو لاحظت ان انا لو عملت سيلكت على الفولدر بتاعها او الفايلز بتاعها، طبعا الفايلات اللي موجودة دلوقتي الام دي اف والال دي اف، يعني الاثنين موجودين، هبدأ اخد منهم كوبي مثلا على الديسكتوب. لما هبدأ اقول له بيست، المفروض انه هيعترض لان الداتا بيز ديت ان يوزنج، يعني موجوده عندي. طيب اول طريقه ازاي افصل الداتا بيز ديت، احنا عرفنا ان انا ممكن اجي على الداتا بيز كليك يمين واختار تاسكس، ومنها ابدا اقول له تيك اوف لاين. قال لي تمام، وظهر عندي العلامه بتاعت السهم الاحمر اللي تحت. في الحاله دي انا لو رحت وقلت له بيست، اتكبيرت معايا مفيش اي مشكله، تمام. طيب يبقى انا كده خدت النسخه بتاعه الداتابيز. طيب ينفع ارجعها تاني تشتغل؟ ابدا اضغط كليك يمين واقول له تاسكس، واجي المره دي واقول له برينج ايه اونلاين. طيب ادي برينج اونلاين، خلاص كده رجعت تشتغل معايا تاني مجموعه التيبلز والفيوز والبروسيجرز والداتابيز كلها بدات تشتغل معايا مره تانيه. ادي ازاي باخد نسخه من الداتابيز. طيب نفترض بقى ان الداتابيز اللي انا بشتغل عليها اصلا مش بتاعتي، ده زميل ليا عملها، والمفروض ان انا هعمل لها ارفاق على السيرفر، يعني هعمل لها اتاتش، وهو اصلا هيعمل لها دي اتاتش. طيب الاول ناخد فكره الدي اتاتش، ازاي بفصل الداتابيز من السيرفر خالص، يعني بشيلها من هنا خالص. مثلا تي اس كيو ال باجي عليها رايت كليك تاسكس، وابدا اقول له دي اتاتش. دي اتاتش هنا معناها ان هو هيفصلها. اوكي خلاص هي ما عادتش موجوده، تمام. طيب ازاي بعمل ارجعها تاني اتاتش؟ يعني انا لو رحت هنا بقى اقدر اخد منها كوبي او كات حتى اشيلها خالص من على السيرفر بتاعي، تمام. طيب لو انا محتاج ان انا اعمل اتاتش لداتابيز، باجي على الفولدر بتاع الداتابيز واضغط عليه رايت كليك، والاقي عندي امر اسمه اتاش. هضغط على اتاش، بيقول لي طيب انت هتاد ايه، وطبعا الملف الاهم عنده هو ملف الام دي اف. وفعلا ظهر عندي تي اس كيو ال 2012 دوت ام دي اف. هختار الام دي اف وابدا اقول له اوكي. ظهر عندي الملفين الام دي اف والال دي اف اللي موجودين عندهم، هبدا اقول له اوكي. بدات تظهر عندي مره ثانيه. يبقى انا كده عرفنا ازاي بعمل تيك اوف لاين، برينج اون لاين، اتاش، دي اتاش. طيب الحاجه اللي فاضله، او دي كانت مراجعه على الجزء اللي احنا كنا نعرفه، هبدا اتعامل مع الباك اب. ازاي باخد من النسخه دي من الداتابيز دي باك اب؟ ببساطه خالص، باجي عليها بضغط رايت كليك تاسكس، بس المره دي هختار حاجه اسمها باك اب. شايفين باك اب؟ تمام. اخترت باك اب، بيبدا يقول لي الباك اب ده عباره عن ايه. اولا هو هيتعمل للداتابيز. طيب الباك اب ده نوعه ايه؟
طبعا انا عندي نوعين هنا دول رئيسيين، وزاد عليهم في 2012 النوع الثالث اللي هو ترانزاكشن لوج. طيب ايه الفرق ما بين فول وديفراجمنتال؟ ديفرنتال فول معناه ان انا هاخد الداتا بيز دي بالكامل. طيب ديفرنتال معناه ان انا هاخد الزياده اللي اتضافت. يعني بمعنى ايه؟ انا الداتا بيز لاول مره بحطها اتسجل فيها مثلا 50 سجل، لو انا خدت فول معناه ان ال 50 سجل هيجوا بمكونات الداتا بيز كلها. طيب لو انا ضغطت على الاختيار التاني في الحاله ديت، معناها ان انا خدت داتا بيز قبل كده ب 50 سجل وعايز اخد ايه اللي اتضاف جديد، فيبدا يشوف اخر باك اب انا عملته كان ايه، تمام، ويبدا يزود عليه الزياده فقط. تمام. طيب انا هنا هجربها فول. طيب الداتا بيز اللي انت بتشتغل عليها، انت عايز الداتا بيز ولا عايز الفايلز اند فايل جروب؟ لو انت عامل الداتا بيز بتاعك تقسيم الفايل وفايل جروب، في الحاله دي هتختار فايل اند فايل جروب، وفي الحاله دي هتبدا تتشيك ايه الفايل جروبز اللي عندك. لا انا هشتغل على داتا بيز. تمام فول. لو انت محتاج ان انت تخلي الباك اب يبقى اكسبار، يعني ما يشتغلش بعد مده معينه، يعني مثلا انت عايز تاخد باك اب بعد شهر، خلاص ده يعتبر لاغي واشتغل على باك اب تاني، فالمفروض ان انا بديله هنا 30 يوم. بعد 30 يوم الباك اب ده يبقى اكسباير، يعني ما يشتغلش، وفي الحاله دي يكون في باك اب تاني. يعني على سبيل المثال انا باخد باك اب من الداتا بيز كل 30 يوم، معنى كده ان الباك اب القديم ده مش عايز اتلخبط ما بينهم، فاقول له مثلا كل 35 يوم الباك اب اللي بيتاخد يبقى اكسباير. تمام. او عايزه يبقى اكسباير في تاريخ معين، يعني على نص السنه مثلا 2014 شهر 6 1/6/2014 انا عايز الباك اب ده يبقى اكسباير. ليه؟ اصل انا اكيد خدت باك اب تاني او بقت الداتا مختلفه، فالباك اب ده ما عادش هيفيدني. طيب الديستنيشن او الواجهه اللي انت رايح لها دايما بتبقى على الديسك بتاعك في مسار ثابت لاي باك اب بتعمله. طب لو بص على المسار ده بسرعه كده، هو موجود برضو في السي، او على حسب ما انت مسطب النسخه بتاعت السيكوال. هخش جوه بروجرام فايل، جوه مايكروسوفت سيكوال سيرفر، جوه ام اس سيكوال، ام اس سيكوال. تمام. هلاقي في عندي فولدر اسمه باك اب، باك اب جواه كل مجموعه الباك اب. طبعا هو هنا عليه بيرميشن بس ان انا ما فتحتوش قبل كده، بقول له كونتينيو. دخلت كده دي جميع ملفات الباك اب بتواريخها اللي اتعملت قبل كده، وتلاحظ ان الاكستنشن بتاعها الامتداد بي اي جي. تمام. طيب نفترض ان انا عايز اعمل الباك اب بتاعي على باص مختلف عن ده. طيب ببدا اقول له اد، وابدا اقول له مثلا على الاف بارتيشن، فانا ضغطت اد علشان ابدا ازود مكان للباك اب بتاعي، فاجي هنا على الاف عايز على باك اب، يعني فولدر اسمه باك اب على على بارتيشن اف، وهبدا اقول له سمهولي مثلا تي تي اس كيو ال 2012 دوت بات او باك بي اي كي. تمام. يعني باك اب. طيب وبعد كده ابدا اقول له اوكي، بعدين اوكي. هتلاحظ ان انا بقى عندي مسارين، لو انا سبت اللي فوق ده زي ما هو وبدات اضغط اوكي، ده معناه ان هيتعمل الباك اب في المسار ده والمسار ده. الحكايه دي ساعات بنفضلها على اساس حاجه واحده، يبقى انت عين الباك اب بتاعك على نسخه السي او على البارتيشن سي او على النسخه، وفي نفس الوقت موجود في مكان تاني، لو لا قدر الله النسخه سقطت او حصل اي حاجه في السيستم انت عندك بديل للباك اب بتاعك. طيب معنى كده ان انا لو طبقت دلوقتي هيشتغل الكلام ده كله. هبدا كده اقول له اوكي، في عندي ايرور. تمام. هلغي بس ده علشان يشوف عندي باص واحد. تمام اوكي. هو كان بس شايف ان الباك اب انا فاتحه، اللي هو الفولدر ده انا فاتحه.
فهو بيقول لي لا انا مش حاسس بيه، فانا قفلته او شلته، فهو عمل الباك اب على المكان اللي انا محدده على الاف في الباك اب. يعني لو رحنا دلوقتي ماي كمبيوتر وبدات اخش على ووركس، هلاقي عندي فولدر اسمه باك اب فيه الباك اب اللي انا عامله تي اس كيو ال 2012. هنرجع بقى بعد ما عملت الباك اب ده، تعال نخش جوه على الداتابيز هنا مثلا، وهبدا ان انا مثلا اديليت حاجه، هديليت التيبل ده مثلا اللي هو اس اس ده، عملت له دروب و اكزامبل تيبل مسحت، و اكزامبل تيبل 2 كمان مسحت. يبقى انا مسحت شويه بيانات من الداتابيز دي. طيب هاجي هنا بقى وعايز اعمل ريستور، يبقى انا كده اتعلمت ازاي اعمل باك اب. طب عايز اعمل بقى ايه؟ ريستور من الداتابيز علشان ابدا اشوف المساله هترجع معايا ولا لا. هاجي على الداتابيز رايت كليك واختار تاسكس، والمره دي اقول له ريستور. ريستور لايه؟ داتابيز. يبقى انا في المره الاولانيه خدت باك اب من خلال كلمه باك اب، هعمل دلوقتي ريستور من خلال كلمه ريستور، وهختار منها داتابيز. بدا يطلع معايا الدايلوج بوكس. طبعا هو هنا اشتغل على طول على ان في باك اب متاخد منها موجود في السيرفر على الفولدر اللي انا وريته لكم جوه السيرفر. لا انا هشتغل من خلال الديفايس، يعني انا عندي فايل مختلف انا هشتغل بيه، فبضغط على زرار براوز وبعدين بقول له اد، بيقول لي حدد مكان الفايل، وزي ما انت شايف كده هو فاتح الفولدر اللي انا قلت عليه بتاع الباك اب اللي جوه السيرفر بتاعي. لا انا عامل الباك اب بتاعي على الاف جوه فولدر اسمه باك اب، فانا عايز الباك اب بتاعي اهو. تمام، اف باك اب، وبدات اختار الباك اب بتاعي واقول له اوكي. وبعدين اوكي ظهر معايا الباك اب تحت اهو زي ما احنا شايفين، والمفروض ان ظهر الداتابيز بالتاريخ والحاجات دي كلها، او التوقيت بتاع اخذ الباك اب. وتلاحظ ان التوقيت بتاع اخذ الباك اب كان الساعه 3:42 صباحا، حاليا الساعة 3:44 يعني من دقيقتين بالظبط. يعني بيعرفني برضو نقطة الريستور أو آخر باك اب اتاخد من الداتا بيز دي كان إمتى. هبدأ أقول له أوكي، بدأ يجيب 100% الريستور اتعمل ساكسفول. هبدأ أقول له أوكي، تعالى نرجع تاني ونعمل ريفرش كده على الداتا بيز، وافتح الداتا بيز تيبل. الاحظ ان الاكزامبل تيبل 1 و2 والاس اس تيبل رجعوا مره تانية، يبقى الباك اب بتاعي اشتغل ما فيهوش اي مشاكل. يبقى دي الجزئيه اللي احنا اتكلمنا فيها. طيب طيب انا دلوقتي عايز اعرف ازاي اعمل السكريبت بتاعي، وليكن مثلا الداتا بيز دي جواها بعض التيبلز، جواها فيو، جواها في فانكشن موجوده، فيش بروسيجر تريجرز، وات ايفر بقى كان اي حاجه موجوده جواها. انا عايز اعمل سكريبت للداتابيز دي، هوريك الفرق ما بين السكريبت والباك اب لان الموضوع هيبقى في مساحات كبير جدا. هنضغط رايت كليك واختار تاسكس، ومنها اختار حاجه اسمها جنريت سكريبت. جنريت سكريبت معناه ان انا هعمل سكريبت على الداتابيز دي. بيبدا يطلع لي الويزر، ببدا اقول له نيكست، ايوه انا هعمل سكريبت. بيبدا يسالني طب ايه الاوبجكت اللي انت محتاجه علشان تعمل بيه السكريبت. اعمل لك السكريبت على الداتا بيس كلها اوبجكت، التيبل بالفيو بالفانكشن بالسكيما، ولا انت عايز كنترول معين؟ يعني مثلا عايز التيبل بس، عايز الفيو التيبل، شوف انت محتاج ايه. طبعا احنا هنعملها على مستوى الايه، الاوبجكتس كلها. نيكست، تمام، بيخش معاك في الخطوه الثانيه او الاوبشنز. بيبدا يسالك انت هتسلكت او هتحط السيفنج بتاعك بالنسبه للفايلز على ملف واحد بالنسبه للسكريبت، فبقول له ايوه، او ان انا هعمل لكل اوبجكت. يعني ايه كل اوبجكت؟ يعني التيبل هيبقى له سكريبت، الفيو هيبقى له سكريبت، الفانكشن هيبقى له سكريبت، فانا بحطها في فايل واحد. طب بيسألك فين الباس؟ طبعا بيديلك الستاندرد باس اللي هو يوزر، اسم المستخدم، سايد، دوكيومنتيشنز،
سكريبت دوت اس كيو ال، وده الامتداد بتاعي. ولو في ملف موجود هعمل اوفر رايت عليه، يعني هكتب عليه التجديد بتاعي. تمام. هشتغل مع يونيكود تكست. طبعا عرفنا كلمه يونيكود معناها لو انا عندي لغه اضافيه زي مثلا لغه اللغه العربيه او اللغه الصينيه او اي لغه ما بتشتغلش بالاسكي بتشتغل باليونيكود، هبدا اتعامل معاها. لو انا هشتغل بالان اس اي اي تكست هشتغل ده. طيب احنا هنخليها يونيكود. في حاجه مهمه كمان، الاول بس اغير الباس بتاعه وهخليه عند الوركس اف في الباك اب علشان نشوف كلنا، وهخلي اسمه هو كان مسميه ايه؟ سكريبت. طيب هنسميه سكريبت. تمام. فانا غيرت كده الباس بتاعه وخليته اف باك اب سكريبت. في حاجه تانيه مهمه كمان في ادفانس ده، انا عايزك تاخد بالك ان انا عندي شويه بروبرتي مهمه جدا، من اشهرها طبعا ان انت لو عايز تريجر، عايز تحط سكريبت للتريجر، عايز تحط اليونو يوني كي، عايز تحط البرايمري كي، عايز الاندكسر، الفورين كي، طبعا كل حاجه هنا ما بين ترو فولس. ترو فولس. طيب الاهم من ده هو الاستراكشر اللي هيحصل في السكريبت ده، هيبقى معاه الداتا اللي جوه، يعني البيانات اللي جوه التيبلز مثلا هتبقى جايه معايا؟ لا. طب ليه؟ قال لك اصل التايب اوف داتا تو سكريبت، يعني نوعيه البيانات اللي جوه السكريبت هي السكيما فقط، الاستراكشر بس. طب لو انا عايزها للبيانات والسكيما في الحاله دي بقى اقول له ايه؟ انا عايز سكيما اند داتا. سكيما هنا مقصود بيها الاستراكشر اللي هي التيبل بكلياته زائد البيانات اللي جواه يتعمل لها انسرت جوه السكريبت. طب لو انت عايز تانسرت للداتا بس، في عندي داتا اونلي، يبقى انا عندي ثلاث اختيارات. داتا اونلي معناها البيانات اللي جوه التيبل بس، السكيما اند داتا يعني الاستراكشر بتاع التيبل مع الداتا، طيب السكيما اونلي معناها الاستراكشر او الهيكله او التصميم بتاع التيبلز بس. طيب انا هاخد الاثنين. في شويه حاجات مهمه كمان من اشهرها طبعا عندنا التايب اللي هو سكريبت فور سيرفر فيرجن. انت طبعا ممكن تكون شغال على 2012، طب السكريبت ده انا هعمله وهرنه على 2008، من هنا ممكن اهندل ان هو يشتغل على 2008 او يشتغل على 2005 او يشتغل على 2000 او يشتغل على 2008 R2 او يشتغل على 2012. يبقى انت بتحدد الاصدار اللي هيشتغل عليه السكريبت اللي انت هتعمله، وده مهم جدا لانك ممكن تكون بتعمل السكريبت ده عشان تشغله على اصدار اقل من اصدارات السيكول. في حاجه تانيه كمان، التايب بتاع الداتا انجن، يا ترى انت هتشتغل ستاند الون انستنس، يعني هتشتغل على حاجه زي السيرفر اللي احنا بنشتغل عليها كلنا، ولا هتشتغل على حاجه زي الاجر. يعني لو فتحتها كده هلاقي عندي سيكوال اجر داتا بيز، ده طبعا هعمل اتاتش او هشغل السكريبت ده على سيكوال اجر، في الحاله دي هيتكتب بطريقه تانيه. طبعا احنا هنا نشتغل ستاند الون انستنس، الاثنين دول مهمين قوي، سكريبت فور سيرفر فيرجن وسكريبت فور ذا داتا بيز انجن تايب. بعد ما بخلص الاستخدام بتاعي، طبعا انا هنا غيرت حاجه واحده وهي ان انا خليت السكيما والداتا بيز او الداتا. بعد كده بقول له اوكي. نيجي لاخر خطوه نيكست، بيبدا يعمل لي سمرايزيشن او نهايه الوزر بتاعي، ويعرفني كل الحاجات اللي انا اخترتها، بتعديل التارجت بتاعي، بالسورسز، بالاوبشن بتاعي اللي اتحدد فيها. بعد كده ببدا اقول له نيكست، بيبدا يقول لي خلاص انا بعمل بروسيسنج علشان اخلص لك السكريبت. هنلاحظ ان هو هيحط شويه حاجات حالا، بس هو بس بياخد لسته من الاوبجكت اللي المفروض هيتعمل. خلاص بدا يمشي 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 عليها زي ما احنا شايفين كده، سيف تو فايل ده اخر حاجه، وبدات تظهر عندي فينش. هضغط فينش، خلاص كده انتهت. تعال نشوف الفايل بتاعنا اتكريت ازاي. اهو بقى عندنا فايل اسمه سكريبت. طيب ايه الفرق او ايه الحاجه اللي انا عايزك تاخد بالك منها بالنسبه للسكريبت؟ انا هنا حطيت الداتا وحطيت الايه؟ الاستراكشر، فهنا طلع لي 9 ميجا. تمام. في حين ان الباك اب بس اللي هو الشغل بتاعي كام؟ 4 ميجا. هتقول لي لا ده كده السكريبت بقى كبير. لا، لما تحط داتا كتيره قوي وتعمل باك اب على داتا بيز هيبقى بالنسبه لك السكريبت هو الاخف والاسهل. يعني
لو انت عايز تشتغل بطريقه اسهل هتشتغل بالسكريبت، سواء السكريبت الداتابيز نفسها الباك اب بتاعها كل الحاجات دي انت عرفتها، جاست ان انا هضغط دبل كليك على الملف بتاع سكريبت. انا عايز اوريك شكله بس. بدأ يفتح اهو وبدأ يقول لي يوزنج هتعمل ايه وهكري الداتابيز اسمها ايه والداتابيز دي ايه الفايلز اللي فيها الليفلز بتاعها مجموعة الاوبشنز اللي المفروض هو بيقفلها او بيفتحها كريات السكيمات كده. بدأ يكري السكيمات للاتش ار والبروتكشنز والسيلز والستات كل حاجة بالتيبلز، ولو نزلنا لتحت شوية هتلاقي بعض التيبلز معمول فيها الانسرت بتاعها. ننزل تحت شوية، كل دي انسرت تمام. بس انا عايز اجيب لك بيان انسرت يكون كبير شوية. بدأ يبين لك اهو ادي سكريبت الانسيرت وادي الداتا اللي المفروض هو شغال بيها، ادي داتا هو شغال بيها. نلاحظ ان هو هنا عامل الانسيرت بتاعي، يبقى كده موجود كل حاجه جوه السكريبت. وبكده يبقى انا عرفت ازاي اعمل دي اتاتش اتاتش باك اب اند ريستور وسكريبت للداتابيس. وبكده يبقى احنا نهينا المحاضرة بتاعت النهاردة، وإن شاء الله أو التوبيك بتاع دلوقتي، وأكمل لكم بقية التوبيك إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.